برضو صباح الفل وصباح كل حاجة حلوة على كل الناس الحلوة مشاهدي قناة تان تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد وصباح الورد والفل وكل حاجة حلوة يا حسين. صباح الورد عليك يا سمور، صباح الورد على كل سادة مشاهدين، صباح جديد بأمل جديد، صباح الورد على عيون حضراتكم. حلقة جديدة فيها كتير وكتير من الأخبار والتقارير، وكمان عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة. بس يمكن من أهم فقراتنا النهاردة هيكون لنا حديث طبعا في الذكرى الرابعة لرحيل الفنان الكبير خالد صالح. لازم طبعا نتوقف عندها ونفتكر دايما الفنان الكبير ده وإزاي أسهم بشكل أو بآخر في فترة زمنية يمكن البعض بيعتبرها أنه مش عمر فني طويل، لكنه كان عمر مؤثر جدا بكل دور قدمه في السينما أو التلفزيون أو حتى المسرح. وبعض بيعتبر طبعا من جيل العمالقة اللي كان متخصص في أداء الأدوار المعقدة اللي هو على عكس شخصيته تماما يا حسين. يعني الناس فاهمة ان دايما الحد اللي بيعرف يقدم دور فيه شر ودور فيه حاجات، يعني دايما متعودين على طبعا الأستاذ خالد كل أعماله أو معظمها كان فيها شر، على العكس بقى ان مش فقط احنا بنحتفل بيه كفنان عظيم وفعلا يعني من الحاجات اللي مصر طلعت بيها ومن الفنانين الجيل بقى يعتبر الجديد اللي مصر يعني فعلا كان مؤثر في حياته، مش بس بقى زي ما حسام بيقول في الفن ده على الشكل او المستوى الشخصي، ان هو يا جماعه كان انسان فوق العاده، يعني انسان بمعنى الكلمه كان يعني لازم لما يروح اي بلد، اي بلد يصور فيها او يروح زياره او كده كان لازم يزور ملجا او يزور دار بتاع ايتام او حاجه تخص ذوي الاعاقه، كان لازم يروح يزورهم وكان لازم يعمل. دايما شايف ان الفنان هو الهدف الاسمى بتاعه ان هو يقدم عمل خيري، وده الجانب يمكن ان البعض او الكثير ما يعرفوش عن فناننا طبعا العظيم الراحل. شخصيته كانت محل اجماع من الجميع، وكل الفنانين تحدثوا عنه بانه كان فنان كبير مش بس على الصعيد الفني لكن على الصعيد الانساني. النهارده هنتكلم عن خالد صالح كمان الانسان والفنان وما تركه لينا من اعمال ابداعيه كتيره ومؤثره. ممكن واحنا بنفتكر خالد صالح بنفتكر كتير من الجمل السينمائيه اللي معلمه جدا في وجدان كل المصريين رحمه الله عليه. النهارده هيكون لنا وقفه معاه وهنتكلم اصلا عن تاريخه. هنناقش كمان طبعا يعني اللقاء الاهم والمرتقب وكلمه بقى بتاعت سياده الرئيس السيسي، وهنتابع الاجنده لقاءاته في نيويورك على هامش طبعا اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها ال 73، وطبعا دي هتبقى فقره خاصه معانا لمناقشه كل ما سيتم في هذا الاجتماع، او هنشوف الملفات المطروحه قدام سياده الرئيس وبعض اللقاءات بتاعته. كل ده هيكون معانا في حلقتنا النهارده، تابعونا. وده اللي هنبدا بيه كمان، ده اللي هنبدا بيه الحلقه. تطورات طبعا زياده الرئيس بنيويورك واجنده اعماله. يمكن امبارح كان في كمان لقاء مهم ومرتقب ما بين الرئيس السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويمكن زي ما قلنا قبل كده انه الرئيس دونالد ترامب كان اعلن عن 6 لقاءات فقط هيجريها من خلال تواجده في الامم المتحده، يمكن واحد منها كان لقاء الرئيس السيسي. وخلينا نقول انه كان في اهتمام من كلا الطرفين، والرئيس ترامب تحدث بعد الاجتماع وقال على تويتر انه لقائي بالرئيس السيسي في نيويورك شرف عظيم. وكمان الرئيس السيسي قال ان ترامب احدث تغيرات فريده في سياسات الولايات المتحده على مستوى العالم، ودول كانوا عبر تويتر. كان الرئيس دونالد ترامب ألقى أو قال بقى التويتة بتاعته، ورد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كمان بتويتة إن ترامب أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة على مستوى العالم. كمان اللقاء أشاد فيه الرئيس ترامب بشكل كبير بدور مصر في محاربة الإرهاب وهي في طليعة الدول في منطقة الشرق الأوسط اللي تصدت لهذا الموضوع. وكان اللقاء ودي يمكن حضراتكم شفتوا كمان بعض من اللقطات المصورة اللي اتعرضت امبارح على كل وسائل الإعلام العالمية. هتاخدنا لإيه تاني يا حسام؟ نتكلم طبعا في قضية طبعا تانية مهمة جدا جدا تابعها كل المصريين، يمكن بنتابع اليومين دول حاجات في غاية الأهمية ومستنيين طبعا الكلمة النهاردة بتاعت سيادة الرئيس يعني للمرة الخامسة على التوالي، والكلمة المنتظرة أو الأكثر انتظارا من كل دول العالم. قادر إن شاء الله. يا رب ان شاء الله. وصانع السعاده بقى يعني من هنا بنصبح على مها يا جماعه عشان هي صاحبه هذا اللقب محمد صلاح، مو صلاح صانع السعاده، يعني فعلا هو بيسعد كل الجماهير. وزي ما حسام قال يمكن لسه العمر قدامه طويل ان هو يحقق مزيد من الانتصارات والجوائز. وخليني
معانا مداخله هاتفيه. كابتن عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، صباح الخير يا فندم واهلا بيك. أهلا وسهلا كابتن عصام. يعني عايزه بس هبدا مع حضرتك بحاجه تانية خالص. دايما بنبص على الحاجات اللي ما عرفناش نحققها، نص الكوبايه الفاضي احنا دايما عينينا بتبقى عليه. وطبعا كان السؤال الاهم والابرز امبارح بعد مشاهده الجوائز، لماذا لم يتم اختياره او اختيار صلاح في التشكيله المثاليه؟ يعني اتصدمنا كلنا. لا، الحكايه انه الجوائز بيتم توزيعها على الأفضل من وجهة نظر اللجان الفنية من ناحية، ومن وجهات نظر كمان بيبقى فيه 50% في التصويت جماهير. لكن التشكيلة المثالية مش صلاح بس، كورتوا الحارس الأفضل في العالم ما دخلهاش. صحيح. وبالتالي هم بيخلوا بالهم أنه يدوا تشكيلة مثالية من كأس العالم. فمو صلاح فرعون الذهبي صانع السعادة ما لعبش الماتشات كلها، ده من جانب. ومن جانب اخر، مش بطريقه يعني زي ما الناس بتقول انه بيبقى فيه تحيز كامل، لكن هم فعلا بيحاولوا يدوا كل الناس في اكثر تقدير مساحه من انه يبقى الافضل حتى لو كان عددهم كبير يتم وضعهم في الجوائز. خلي بال حضرتك وكل جمهورك المحترم انه ايضا هناك تسويق ومبيعات وما يسمى بالاعلان، لان هو ده عصب صناعه كره القدم والرعاه وكذا. وبالتالي في دخل للاشياء دي حين الاختيار، لكن ما بيقدروش يتجاوزوا ان مو صلاح واحد من العشرة الكبار في العالم. لما تمت التصفية بقى ضمن الثلاثي في الاختيار النهائي، تخيلي ميسي خارج الموضوع. صحيح. وبالتالي اعتقد ان الشباب المصري لازم يعي تماما ان كلنا بمنتهى الوضوح لازم نبقى سعداء، فقد حصدنا ما يمكن ان يكون حلم سعيد طبعا. كلنا حلمناه وبالتالي تم تحقيقه بالكامل حتى الآن. مو صلاح أمامه فرص متعاظمة في المواسم اللي جاية، أعتقد أنه يوما ما سيحصد المركز الأول. نعم. امبارح كمان كان في شيء مستغرب استاذ عصام، انه كتير من قاده المنتخبات العربيه ما ادوش اصواتهم لمحمد صلاح، وده شيء يعني انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وكان في حقيقه استجابه. بتفسر ده بايه؟ يعني دول عربيه قليله، اعتقد موريتانيا والمغرب ودوله اخرى اعطتنا اصواتها، لكن الباقيه حتى رشحوا ناس لم تكن موجوده على القائمه زي جريزمان مثلا. هي فكره الكلام عن اجواء عربيه رياضيه وتوجه عربي رياضي واحد، ثم تجد اي لقاء عربي يحمل يعني مش الاثاره، لا ده ما بعد الاثاره، ده بيحمل احيانا ان احنا نبقى بنلعب مباراه يعني نسيء فيها لمعاني الاخوه العربيه والعرق الواحد. اعتقد دي ظاهره بتبان دايما، ونقعد بعدها نقول لا يا جماعه مش ماتش كوره، لا يا جماعه ما ينفعش كان يحصل كذا، طب يلا بقى الماتشات الجايه ما نعملش كده. هو يعني الحقيقه فكره الرياضه والصراع العربي في الرياضه ده فكره يعني ما هياش جديده وما هياش غريبه. المفاجاه بس ان على ما يبدو ان البعض منهم لم يكن يعرف ان الفيفا بتعلن بعد نص ساعه من اعلان الجوائز من أعطى من وطريقة التصويت. على أي حال مهما كان، حتى سواء كان تصويت ضدنا أو معانا، لكنه في النهاية احنا بنحتفل بنا محمد صلاح، وإن شاء الله الفرصة دي زي ما حضرتك قلت قادرة إن هي تتكرر مرة واتنين، لأنه لسه سنه صغير عنده 26 سنة، وإن شاء الله نشوفه مرة أخرى، بس المرة دي الجاية تبقى ذا بيست إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. إنه كل الشباب يعني ان احنا فزنا فعلا بكل ما يمكن ان يكون حصاد. يكفي ان الصفحات اصبحت عربيه في مجال كره القدم، ليس في الدوري الانجليزي فقط لكن في الدوريات الخمس الكبرى حول العالم. صلاح انجز ما لا يمكن ان يصل اليه احد بعده. الامل الوحيد الحمد لله في مصر ان يخرج اكثر من مو صلاح قريبا ان شاء الله. واحلى جون بتوقيع مصري في 2017 حقيقة. وده شيء يكفينا جدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لي. فخر العرب.
مش مصر بس طبعا. وخليني بقى اروح معاكي حسام لموضوع مهم جدا جدا يا جماعه بيشغل بال المصريين الفتره دي. موضوع بيتكلم عن الجمارك، جمارك السيارات الاوروبيه. من حوالي 20 سنه وقعت مصر اتفاقيه الشراكه الاوروبيه اللي بتنص على تخفيض الجمارك على السيارات الوارده من اوروبا بنسبه 10%. ده طبعا كان هيكون على مراحل، ان تكون بقى على ان تكون طبعا المرحله الاخيره في سنه 2019 اللي توصل فيها الجمارك الى 0%. طيب السؤال ايه هنا؟ هل هيتم تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبيه لدرجه ان هي توصل ل 0% ولا لا؟ ولا هيتم تاجيل هذه الخطوه، خاصه ان في بند في الاتفاقيه بيتيح التاجيل لفتره معينه؟ طيب لحد دلوقتي مفيش كلام، بس خليني اقول لحضراتكم حاجه بس قبل ما ندخل اكتر في الموضوع. نتكلم على السيارات الاوروبيه يا جماعه، 10% تخفيض على الجمارك بتاعت السيارات الاوروبيه اللي هي مرسيدس، بي ام دبليو، لا في ماركات كتيره، مش بيجو، رينو، ايه تاني يا جماعه، فولكس، سكودا، يعني الحاجات اللي هي برضو ماشي. خلينا في البيجو رينو الحاجات دي، يعني مهما كان التخفيض انا مش عارفه التخفيض ده هيبقى بنسبه 10%، هل ده كلام هيؤثر على عمليه البيع والشراء بالنسبه لسوق السيارات اللي متوقف بقاله فتره كبيره من ساعه طبعا تعويم سعر، يعني تعويم سعر صرف الجنيه واللي حصل في الفتره الاخيره. لكن هنقول ان الجرائد بتؤكد من خلال مصادرها ان هيتم تاجيل هذه الخطوه، خاصه ان ده حصل مرتين قبل كده في 2011 و2017، وخلت ان الجزء الفاضل في تاجيل الجمارك اللي هي 30%. الا ان جرائد ثانيه، يعني دي بعض الجرائد، في جرائد ثانيه بتقول ان الخطوه لن يتم تاجيلها وهتتنفذ. طيب المتوقع هيتم التاجيل ولا لا، او هيتم التنفيذ، وايه انعكاس بقى ده على السوق المصري سواء بالتاجيل او من عدم؟ ويمكن هو ده السؤال اللي انا بساله بقى. انا بالنسبه لي يهمني قوي عشان عايزه اغير عربيه الصراحه. هنسال الاستاذ عفت عبد العاطي رئيس شعبه السيارات بالغرفه التجاريه، اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا قرار زي ده مهم لانه المصريين كتير بينتظروه طبعا بعد الارتفاع الكبير في اسعار السيارات. هل بالفعل ممكن نشوف المره دي تطبيق لفكره ال 10% ولا هيتم تاجيلها كالعاده؟ لا يعني اولا انا يشرفني ان انا اتكلم مع حضرتك في الموضوع دون. بالنسبه للاتفاق الاوروبي ده حضرتك، على ان اجمالي الكميه كانت اللي هي 100% دي على 10 سنوات. تمام. تم فعلا استبعاد يعني 90%، فاضل ال 10% دول. 10% دول لا يمثلوا حاجه كبيره. دي نمره واحد. واخد بال حضرتك؟ دي النقطه الاولى. يعني دلوقتي لا فعلا بالنسبه للاتحاد الاوروبي هيخلوا العربيات اللي هي جايه من هناك انها هتدخل بدون جمارك. لكن في نقطه لازم حضرتك تحطها في الاعتبار. عشان انتقال، والكلام ده حضرتك اتكلمتوا فيه قبل كده، انتقال تعويم الجنيه المصري من ان احنا مثلا كان الدولار اللي هو بيجي من اوروبا او من غير اوروبا قيمته 7000 جنيه او كده، النهارده حضرتك بقى 18000. وما ترتب عليه حضرتك سواء كان من الجمارك او سواء كان من القيمه المضافه او سواء كان من يعني اي حاجه النقل بالنسبه من البلد اللي هي شحنه لغايه ما توصل هنا، كل ده كان بيدفع بالدولار. فاذا الزياده اللي جت دي فعلا خنقت الموضوع خنقه جامده. النهارده السياره اللي كانت مثلا بتتباع، عشان خنقت الموضوع احنا بندور على يعني تتخطى ال 200000 اي امل توصل 200 250. صحيح. طب يعني دي النقطه بتاعتنا اللي انا بحب اوضحها ليهم. استاذ يعني استاذ عفت، هل القرار ده يعني هينعكس على السوق المصري ببعض من الاريحيه في يعني احنا عايزين احنا نطمن، هل السوق المصري هيتاثر بقرار زي ده؟ هل بعض اسعار السيارات هتبدا فعلا تقل، ولا اللي بيطلع خلاص زي ما بيقولوا كده الحاجه اللي بتزيد عمرها ما بترخص تاني؟ لا حضرتك، من ناحيه ان هي هيتشال فعلا 10% وخلاص، خلص الموضوع على موضوع يعني فعلا الكلام ده يبقى انتهى بالنسبه للاتفاق الاوروبي ونفذنا اللي الاتفاق الاوروبي تم فيه مع مصر. لكن اللي انا بقوله لحضرتك ان مع ارتفاع الاسعار اللي هي موجوده وقيمه الجنيه المصري اللي هي حضرتك السعر عالي. اه طبعا طبعا، هي دي اللي عامله الموقف ده، هو اللي عامل. فاحنا بنقول ايه، دي فتره انتقاليه ورئيس الدوله بيحاول يعمل كل حاجه. صحيح. ويحاول يعمل حاجات كتيره جدا عشان البلد تبتدي انها تفوق. صح. وفعلا في وعد ان فعلا يعني على السنه الجايه ان شاء الله الامور هتتحسن اكتر. طيب استاذ عفت، اصل في ناس هي موضوع ان السيارات نعم هتقل او لا سعرها.
اصل في ناس بتقول دلوقتي النقطه الاخيره ودي تهم حضرتك. اتفضل يا فندم. ايوه استاذ عايز اتفضل يا فندم. اصل في ناس دلوقتي منتظره ان مهمه جدا نقطه مهمه جدا، وبعدين الكلام ده لازم ان هو يبقى واضح على مستوى مصر كلها. جميع بلاد العالم معظم السيارات اللي هي فعلا بتتباع بالتقسيط وبتبقى عن طريق البنوك. دلوقتي البنوك للاسف الشديد شبه متوقفه، مش عاوزه ابدا تبيع بالتقسيط. هل دي لازم نسيبها ولا لازم نتكلم فيها؟ يا بنوك لازم انت دي شغلتك، عندك ايداعات بتاعه العملاء يبقى لازم انك انت هتشغليها. لكن الناس اللي جايه تشتري سياره لازم يجيب كل المبلغ اللي هو بتاع السياره ويدفعه دلوقتي. منين؟ صح. وبعدين اللي هيجي عشان ياخد من المستورد او الوكيل، حضرتك لو كان الوكيل جايب 100 عربيه يبقى اول مره بعت 50، ثاني مره بعت ال 50 الثاني، يبقى ما عندوش فلوس يجيب حاجه. ما ينفعش الكلام ده، لازم البنوك تقوم بدورها. والكلام ده انا يعني فعلا بنقول يعني لمحافظ البنك المركزي، لو سمحت شوف الموقف بالنسبه للبنوك عشان تحرك الموضوع شويه. يعني حضرتك اما رئيس الدوله بيعمل اقصى ما يمكن طبعا عمله. ورئيس الدوله بيعمل اقصى ما يمكن يعمله، والمفروض ان هو حقيقي يعني حاجات زي دي المفروض احنا نحاول نحلها. يعني المفروض في حاجات، يعني طبعا هو ليه الحق سيادته انه يتدخل في كل حاجه وفعلا كل حاجه بيحلها، بس في طبعاً حاجات زي ما حضرتك بتقول ان احنا ممكن من خلال حضرتك بتناشد رئيس البنك المركزي. ان بس حضرتك الكلام ده موثق؟ يعني هل فعلا اي حد بيروح للبنك يقول له انا عايز اشتري عربيه اعمل لي لو سمحت تمويل او قرض، البنك بيرفض؟ لا. ايوه حضرتك يا عاوز ضمانات وعاوز مش عارف ايه الكلام ده كله، لازم البنك يقوم. ايوه في ضمانات، بس عشان الكلام يكون منضبط. في بعض بيتشدد في الاجراءات، لكنه عشان بس ما نعملش حاله فزع. لكنه البنوك كلها يعني بتلجا برضو الى الاقراض وكده، بس بيتوقف ده على الشروط والضمانات اللي ربما قلت شويه. انا اسالك سؤال برضو عشان نكون محددين، لانه الناس بتسمع انه الجمارك قد تصل الى صفر بحلول عام 2019، وفي ناس بدات بالفعل ان هي تاجل شراء العربيات. ده هيكون حقيقي ولا حضرتك بتستبعده؟ اصل ايه فكره صفر؟ لانه الاخبار دي بتتداول كتير على الجرايد، واللي عايز يشتري ينتظر ولا مش هتفرق كتير؟ لا، اللي عاوز اقوله لحضرتك ان هي نسبه صغيره جدا، وبعدين هي حضرتك مفات يعني عاوز ينتظر الثلاث اشهر، لكن هي هتبقى نسبه قليله جدا مش مؤثره. لكن المشكله اللي موجوده النهارده وبجميع دول العالم، العربيات بتتباع بالتقسيط، ما يجيش الوكيل او المستورد هو اللي هيبيع بالتقسيط. ده حضرتك لازم الموضوع ده يتبحث تماما. ما هو بالتقسيط بس يعني هو القيمه عاليه برضو. ما هو ما اختلفناش انه ده تسهيل، بس هي تظل القيمه عاليه. احنا كنا بندور على الاصل، على المنبع، انه العربيات نفسها قد يكون سعرها في مرشح لانه يقل شويه. على اي حال بشكرك شكرا جزيلا استاذ عفت عبد العاطي، رئيس شعبه السيارات بالغرفه التجاريه. طيب يعني هنروح بقى معاكم للقصه الثانيه. اللي عايز يشتري يستنى، اعتقد الموضوع مش عامل فرق جامد. هو بيقول لك مش هيحصل فرق كبير، ولو حصل فرق هيكون 10% تقريبا، واوريدي التعويم كل الزياده دي، فمش هيبقى زياده كبيره، لكن هو بيرشح انه ده يحصل بالفعل. نروح معاكم قصه ثانيه. التدخين طبعا كلنا عارفين ان هو بيسبب السرطان، ودي جمله سمعناها ألاف وألاف المرات، لكنه في الحقيقة سبب لا يقل خطورة عن التدخين وربما أكثر منه. السمنة اللي أثبتت دراسات حديثة إن هي قد تقتل وتصيب بالسرطان أكثر كمان من التدخين. تقرير جديد نشرته هيئة أبحاث السرطان في بريطانيا بتؤكد إن الناس اللي بتموت بسبب السرطان الناتج عن السمنة هتكون أكثر بكتير من اللي بيموتوا بسبب سرطان التدخين خلال 25 سنة من دلوقتي، وخاصة عند النساء. فإذا اجتمع التدخين وزيادة الوزن كمان بقى زي ما حضراتكم يعني ممكن تكونوا متخيلين معانا الصورة، ده قد يؤدي إلى كارثة صحية بكل شكل من الأشكال. ودراسة بتقول إن من واحد من كل 7 أشخاص ما كانش عنده الخلفية إنه السمنة ليها علاقة بالسرطان وفقا للدراسة، وبالتالي المعلومات دي ربما تكون في حاجة كبيرة إن هي تنتشر. صحيح. عايز أقول لكم إن بريطانيا اللي كانت أخذت قبل كده أصلا إجراءات قوية جدا في مواجهة السمنة السنة ديت، ناوية إن هي تاخد إجراءات أكثر قوة، زي مثلا هتعمل منع إعلانات الطعام
المسبب للسمنة، هتعمل أيضا فرض قيود على السعرات الحرارية للمشروبات الغازية، لأن بينما يعني حضراتكم شايفين العالم كله منتبه جدا لخطر التدخين وعلاقته بالسرطان، لكن أهمل طبعا بقصد أو بدون قصد أو ما كانوش مهتمين خطر السمنة وعلاقتها بالسرطان، لدرجة أن هيئة أبحاث السرطان أسمت السمنة بأنها التدخين الجديد. عايز أقول لحضراتكم كمان حاجة، أن للأسف بناء على إحصائية يعني كانت بتشوف معدل السمنة على مستوى بلاد العالم، الإحصائية دي كانت 10 بلاد والأكثر منها هي بلاد عربية، كانت هي بتأتي في المرتبة الأولى، مصر كانت في المرتبة الرابعة بنسبة حوالي 32.6%، ودي نسبة كبيرة جدا. يمكن أمريكا كانت في المرتبة العاشرة، لكن الكويت كانت في المرتبة الأولى. عايز أقول السعودية كمان كانت السعودية طبعا من ضمن العشر القائمة، الوطن العربي في عشر يعني العشر مراتب دول أكثرهم دول عربية، الوطن العربي كله فيها. ما عندناش لسه يعني احنا دايما يمكن في ناس تاخد السن على اساس ان يقولك لا ده عايز لا انا اغذي ولادي واتخنهم اكتر، كل ده هنعرفه دلوقتي من خلال الاستاذ اشرف عبد العزيز، استاذ التغذيه بجامعه حلوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. دكتور اشرف صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. يعني بنتكلم على العلاقة المباشرة بين السرطان والسمنة اللي للأسف يعني ما عندناش وعي كافي بيها. يعني بنقول ان السمنة عامة احنا بنعتبر السمنة ديت مسبب للأمراض وليس مرض. السمنة مسبب للعديد من الأمراض. يعني كل الأمراض اللي موجودة على الساحة حاليا يدخل فيه من ضمن عواملها اللي هو السمنة. يعني مثلا امراض القلب يخش من ضمن العوامل المؤثره فيها او المسببه ليها اللي هي السمنه، السكر، ارتفاع ضغط الدم، امراض الكبد. هل السمنه هي سبب مباشر للسرطان؟ لا مش مباشر، السرطان ده بيخش تحتيه عوامل كثيره جدا. بس الدراسه اللي قدامنا دي يا فندم بتقول انه اصبحت سبب مباشر جدا. حتى في حملة دلوقتي، بس الدراسة اللي قدامنا بتقول ان هي اصبحت سبب مباشر وربما يكون اكتر كمان من التدخين. من ضمن الاسباب وليس سبب مباشر. من ضمن الاسباب. ازاي يا فندم من ضمن الاسباب؟ يعني ايه اللي بيحدث يعني حينما تزداد السمنة؟ يعني مثلا لما نيجي نقول لك ايه ان من ضمن العوامل المسببة للسرطان التدخين، ده سبب من الاسباب. صحيح. بس بيقولوا ان السمنة يعني تكاد تكون اخطر من التدخين. السمنة قد تكون أكثر من التدخين بناء على هذه الدراسة، لأن السمنة أصلا بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى حدوث أمراض كثيرة، فممكن بناء عليها يترتب في الآخر أو النتيجة تبقى مرض السرطان. طب دكتور المصريين عموما بشكل عام مستوى السمنة عندهم عالي جدا، الوطن العربي كله مستوى السمنة فيه عالي، حضرتك يعني شايف الحل في الموضوع ده ايه؟ طبعا احنا بنقول اللي هو النظام الغذائي مع الرياضه. النظام الغذائي مع الرياضه، احنا بنقول لازم الناس تبقى عندها ثقافه غذائيه من ناحيه اللي هو ايه الاطعمه اللي بتؤدي الى حدوث السمنه. ايه هي؟ قال لك الاطعمه اللي محتويه على سعرات حراريه عاليه زي الكربوهيدرات زي الدهون. فبالتالي لو احنا قللنا من الكربوهيدرات وقللنا من الدهون ومارسنا رياضه، ده بيؤدي دوت الى ايه؟ حدوث اللي هو الايه؟ انخفاض في الوزن. ودي حاجه، الحاجه الثانيه السمنه ديت يعني من البدايه عباره عن خلايا دهنيه، الخلايا الدهنيه دي بتكبر في العدد في الصغر وبتزيد في الحجم في الايه؟ في الكبر. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف عبد العزيز استاذ التغذيه بجامعه حلوان. يمكن اللافت في الموضوع كمان الحمله اللي اتعملت في بريطانيا، كانوا بيوزعوا على الناس علب السجاير زي ما شفنا وبيحطوا جواها كمان قطعه حلوى او بونبوني، وبالتالي عشان يربطوا بشكل او باخر ما بين التدخين وعي. لازم يبقى فيه حسام وعي وثقافه اكتر، وزي ما بقول لك الناس فاهمه ان حتى انت ما بتبقى متجوز ولسه جايب بيبي او الام جايبه بيبي عايزه تاكله تاكله تاكله، هي فاهمه ان ده كده غذاء ليه وشكله احسن وكده، ما بتعرفش ان ده يعني
بيترتب عليه مشكله، لان هو لو تخن من وهو صغير السمنه في الاطفال صعبه جدا جدا، ما بنعرفش نلحقها لما بيكبروا. فنخلي بالنا ولازم عندنا وعي اكتر وثقافه اكتر ان السمنه زي ما الدراسه قالت ان هي زيها زي السجاير والتدخين بالظبط، قد تؤدي الى مرض السرطان. المهم كمان يكون في اجراءات زي الاجراءات التوعويه اللي بتحصل بره، زي تحديد مثلا السعرات الحراريه لكل وجبه لازم الانسان يحصل عليها. صحيح. يوميا كتاب برضو السعرات الحراريه على كل المنتجات الغذائية، برضو في بعض الحملات اللي بتقلل من فكرة المشروبات الغازية وغيرها، يعني عايزين يبقى عندنا بس للأسف احنا يمكن عارفين ده وعارفين السعرات الحرارية المفروض ناخدها. لا مش كل الناس يعني معظمنا، بس للأسف برضو ما عندناش نظام، يعني احنا ما عندناش لايف ستايل. يعني الناس فاكرة ما بنقولها اعملي دايت ورجيم يعملوه لمدة مثلا شهر شهرين يبقى عندهم مناسبة سعيدة، او عايزين يخسوا شوية ويرجعوا تاني في الآخر. حتى اللي بيعملوا عمليات جراحية ممكن ترجع تاني بعد كده تتخن والوزن يزيد تاني، وده بيسبب، احنا ما بنتكلمش على الشكل، بنتكلم على أمراض في غاية الخطورة. فأرجوكوا لازم يبقى ده يعني لايف ستايل بتاعك، ان تحافظ على وزنك. ده مش بس عشان شكلك يبقى حلو وتبقى كده، ده عشان تبقى عندك صحه كويسه، محافظ على جسمك ورشاقته وايضا على صحتك. نروح معاكم لقصه ثانيه، والعالم بيحتفل ب 20 سنه على انطلاق محرك البحث جوجل، وتم الاحتفال امبارح في مقر الشركه في السيليكون فالي بكاليفورنيا او وادي السيليكون. وحقيقه ان قصه جوجل دي قصه ملهمه للانسان عموما. لاري بيج وسيرغي بران من خلال اربع اجهزه كمبيوتر وجراج كانوا اجروه، اسسوا شركه صغيره في مدخل الجراج، والشركه دي كانت في الاول اسمها الفابيت، واللي هتغير شكل العالم بعد كده يعني وشكل التكنولوجي، وكمان خلت صناعات مختلفه تقوم على الفكره دي، مش بس الشركه دي فقط، لدرجه ان هم قدروا بعد كده يحققوا ارباح وصلت ل 10 مليار دولار في سنه 2017، وكمان احتياطات ماليه بعد كده بقيمه 100 مليار دولار. اما الشابين اللي ما كانش معاهم غير اربع اجهزه كمبيوتر بس، واصبحوا في قائمه اثرياء العالم بثروه قدرها تقريبا 47 مليار دولار يمتلكها لاري بيج، و 48 او 49 تقريبا مليار دولار بيمتلكها براين. نفس الرينج يعني. خلينا يعني حضراتكم الاثنين المؤسسين يعني عايزين نعمل بزنس يا حسام، بعد ما نخلص الحلقه النهارده نشوف ممكن نعمل ايه. الاثنين المؤسسين بيقولوا ان سر نجاحهم هو شعار الشركه اللي رفعوه من اول يوم، اللي هو لا تكن شريرا. وهي فلسفه الشركه في انها تفيد البشر وايضا تفيد البيئه او بيئه العمل داخلها، وان هي تدي اسبقيه للمواقع المعروف عنها مصداقيه وبتحظى بثقه كبيره من الجمهور. لكن ده كان حقيقي ولا لا؟ ما اظنش قوي طبعا. ده ليه؟ لان السنه دي مثلا جوجل تم تغريمها 5 مليار دولار من في الاتحاد الاوروبي علشان سياسه الاحتكار. ده بخلاف طبعا بعض التحقيقات اتعملت بواسطه وكاله الاسوشيتد بريس، كشفت ان هواتف اندرويد المدعومه من جوجل بتفضل تتابع تحركات البشر حتى لو وقفوا خاصيه الجي بي اس او معرفه المكان. اعتقد ان ده موضوع في غاية الخطورة، ناس كتير تطرقت ليه. وقول لي حسام، يعني الموضوع ده انت يعني حاسس انه صحيح ولا لا؟ موضوع الامان، يعني هل الامان موجود دلوقتي عبر هذا الكم الكبير بقى من التكنولوجيا والهواتف الفور جي والحاجات دي، ولا انت شايف الموضوع ايه؟ بالتاكيد يعني زي ما كانت في فضايح كتير بهرت مؤخرا بانه بشكل او باخر خلاص احنا في عصر كله مفتوح على زي ما بيقولوا على المشاع، يعني الموبايل بتاعك على العالم كله اندرويد، طب اي حد يقدر او عن طريق الفيسبوك او كافه الابلكيشنز دي بتقدر حضرتك او يتم اتباعك، وانت بتحب ايه ما بتحبش ايه، بتخرج فين بتروح فين، بيتم تكوين طبعا معلومات بشكل كامل عندك، واحيانا بيتم استغلالها زي ما شفنا في فضيحه الانتخابات الامريكيه بانه تم استغلال اكثر من 50 الف من البيانات الشخصيه لاشخاص كثر عشان يتم التاثير عليهم في الانتخابات بشكل او باخر، ودي عمليه وصفت بانها تجسس بشكل او باخر.
ما فيش حد بيستخدم النهارده سمارت فون، مش عارف اعتقد ما فيش حد بيستخدم سمارت فون ومش عارف المعلومات دي، يعني لدرجه ان كان في بعض يعني كان في حد بيحكي حكايه وطبعا ده نزل تقرير عنها، ان ما بنتكلم انا وصحابي كده على موضوع او على منتج، انت بتفتح اي ويب سايت تلاقي هذا المنتج قدامك بشكل غريب، يعني يبدا يطلع لك كده المنتج اللي انت كنت لسه بتتكلم عنه مثلا من 10 دقايق او من ربع ساعه، الناس بدات تقول ايه ده، هو في عفريت، ايه ده بيتجسسوا علينا، لكن ده ذكاء، يعني ذكاء تجاري، يعني هم عارفين كويس قوي احنا بنتكلم في ايه من خلال الميكروفون اللي موجود في جوجل، طول ما انت فاتح الانترنت هو بيسجل كل حاجه انت بتقولها، فبالتالي بيقدر يستخدمها من خلال ان هو يرشح لك اعلانات للمنتجات اللي انت بتسال عنها. وهنعرف بقى مزيد من الاخبار حول هذا الموضوع مع مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير، ازي حضرتك؟ باشمهندس وليد صباح الخير. واحنا بنقول احتفال ب 20 سنه على جوجل، لكنه كمان البعض بياخد الجزء او الشق السلبي المتعلق بفكره انه جوجل اصبحت وسيله بشكل او باخر للتجسس على كل البشر. الى اي حد حضرتك بتتفق في هذه الجزئيه، وازاي ممكن تقدر انك تحمي نفسك؟ في البدايه بس انا حابب اقول ان جوجل ما هياش محرك بحث، هي جوجل اكتر من حاجه، طبعاً كلنا اصبحت اكبر من كده. صحيح، احنا عندنا جوجل محرك بحث، عندنا اليوتيوب، عندنا الجي اد اللي بيعمل اعلانات، عندنا جوجل ماب، جوجل ديفلوبر، جوجل ابلكيشن، بمعنى ان جوجل موجود في كل حاجه في حياتنا احنا بنستخدمها، من اول التليفون اللي عليه اوبريتنج سيستم اندرويد تابع لجوجل لغايه الفيديوهات اللي هتتفرج عليها على يوتيوب، لدرجه ان حتى لو جالك ايميل بحجز من شركه طيران معين اوتوماتيك التاريخ بتاع السفر بيدخل جوه الكالندر او التقويم النتيجه اللي عند حضرتك على الجهاز، ويبتدي يفكرك بيها، يقول لك انت كمان كام يوم عندك سفر للمكان الفلاني، اعمل حسابك على كذا وكذا. صحيح. وبالتالي هو بيجمع البيانات كلها وبيحللها، ولكن هم بيقولوا ان هم بيعملوا الكلام ده من منطلق الدعايه وخدمه البشريه وخدمه الناس. ولكن في نوفمبر 2017 كان في فضيحه كبيره جدا لشركه جوجل. الفضيحه دي كان نصها كالاتي: ان تم اكتشاف مشروع سري، المشروع ده من شانه جمع المعلومات الكامله عن مستخدمي تليفونات اندرويد. ولما الموضوع اتكشف للراي العام جوجل طلعت وانكرت القصه دي ووقفت المشروع. الحاجه الاهم، هل حضرتك تخيلت كده ازاي ممكن يكون جوجل بجوجل مابس بيقول لك الطريق ده زحمه او الطريق ده فاضي؟ حد فكر في حاجه زي دي قبل كده؟ ده عن طريق الساتلايت. لا يا فندم، عن طريق، هو بيفترض ان معدل مستخدمي الاندرويد اكتر بكتير من الاجهزه الاخرى. اوكي. وبالتالي هو من خلال عدد التليفونات اللي موجوده في شارع ما وبتتحرك بسرعه معينه بيقدر يقول لحضرتك الحاله المروريه ايه؟ سواء زحمه او فاضيه او الطريق متكدس او لا. اوكي، يعني ده مش من خلال الساتلايت زي ما كنا فاهمين المفروض. ما هو الساتلايت اللي هو بيحدد من خلاله ده الهواتف المحموله مش الطرق، كل حاجه على الاتنين. طب مهندس وليد، يعني حضرتك شايف كده ان الجهاز اللي بيحمل اي او اس احسن من الاندرويد؟ يعني لو انا كده الناس هتتجه الى الاي او اس. لا لا، مش فارقه، انا مش بقول ان ده احسن من ده ولا بتعمل دعايه المنتج على ارض. يعني هي مش الاختراق مش بيبقى من خلال الاندرويد بس. لا يا فندم، جمع المعلومات والاختراقات وما يحدث في مجال امن المعلومات بيعتمد بشرط رئيسي او على عامل رئيسي هو الشخص المستخدم. حضرتك حتى لو بتستخدمي اجهزه اكثر امان في الدنيا وحضرتك بتسيء استخدامها دون العلم والدرايه الكافيه بالحد الادنى للمعلومه في التعامل هيتم اختراقه وجمع معلومات عنه. وكذا مره في كذا موقف انا ذكرت امثله عن الاجهزه الاي او اس واجهزه الاندرويد وان الاثنين زي بعض في الاختراق، ولكن الاي او اس في اوبشن زياده مختلف بدرجه مثلا حمايه اكتر شويه من 10 والثاني 5 من 10، انه ما بيتيحش لحضرتك كل الحاجات اللي تقدري تعمليها تتيح لحضرتك ان يتم اختراقك او جمع معلومات عنك. ولكن في النهايه المعلومات هي دلوقتي كنز العصر، وهي دي بترول القرن اللي احنا عايشين فيه. الحروب كلها قايمه على المعلومات، وكل الشركات اللي بتقدم خدمات فري احنا المنتج بتاعها، احنا البرودكت، مفيش حاجه اسمها فري. حضرتك عمرك حاولت ترفع فيديو على يوتيوب وقال لك لا اصل مفيش سبيس او الفيديو كبير؟ يا ترى كم واحد بيرفع فيديوهات؟ الحاجات دي التكاليف بتاعتها والاجهزه والسيرفرز والستورج تكلفتها بتيجي منين؟ هتقول لي من اعلانات؟ لا، الاعلانات مش لوحدها بتكلف. وبالتالي في حاجات كثيره جدا انا مش عايز بس اطيل عليكم، لكن في مواقف حياتيه كذا حد. لا، وفي كمان قضيه ثانيه يا استاذ وليد، انه الناس بتقول دلوقتي انه الشركات العملاقه زي جوجل وغيرها اصبح ليها لديها القدره على التاثير في مجريات العمليه السياسيه مثلا، يعني ترامب بيتهم
بيتهم جوجل بانها بتمحي من الاولويات، يعني لما يحصل بحث على ترامب او عن الجمهوريين والشخصيات الجمهوريه المؤثره او سياسات ترامب. وبالتالي فالسؤال، هل ده ممكن فعلا او يكون بدايه للتاثير على كل السياسه العالميه بشكل او باخر؟ يا فندم مش على السياسه فقط، على كل الاصعده. حضرتك النهارده لو انت بتنزل منتج وبتنزل فيلم وعندك ملكيه فكريه والفيلم ده انتشر، تقدر تخاطب جوجل وتقول له شيل كلمات البحث اللي بتدور على اسم الفيلم ده. وبالتالي هم يملكوا الادوات اللي يقدروا يحجبوا او يمنعوا المحتويات اللي تظهر او يركزوا على محتويات تظهر عن الاخرى، زي ما حصل في احداث كثيره جدا بتمس بعض الدول وتم حذف المحتويات، وفي احداث اخرى ما تمش حذف المحتويات لاهداف او غرض سياسيه. نشكرك. انا عايز اقول لحضرتك على معلومه صغيره. لازم كل من هو يتعامل مع التكنولوجيا يتبع المعايير في التعامل السليم مع التكنولوجيا للحد وليس المنع من جمع المعلومات اللي بتتم عنه، ويقل من كم المعلومات الشخصيه اللي بيحطها في اي حته على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكرك شكرا جزيلا مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات. ويمكن كلنا عارفين بقى المواضيع دي ونحاول ناخد حذرنا الكافي، اللي هو مش عارفه ازاي، بس طالما الموضوع كده التعليم وضع البيانات الشخصيه بشكل او باخر قد يكون بدايه لده. يعني في ناس احيانا ما بتحطش رقم تليفونك مثلا، ممكن تحطي الايميل. على العكس يا حسين، في ناس بتحط ارقام الفيزا كاردز وغير، يعني قدر الامكان ما تحطيش فيزا كارد من البيانات. في ناس تقول لك حط بياناتك الشخصيه عشان في حاله ان انت فقدت مثلا هذا الحساب او هذا الاكونت تقدر ترجعه تاني، لان هو يعني بيعمل مقارنه بين بياناتك الحقيقيه والبيانات اللي انت بتديها له. فالموضوع صعب للغايه. بس خلينا ناخد الموضوع من حته اكتر بقى يا جماعه، يعني الحته الحلوه اللي في الموضوع. شركه جوجل هي كان في تقرير عن الموظفين اللي بيشتغلوا فيها، والتقرير كان بيقول ان دول اكتر الموظفين المحظوظين في العالم من كتر بقى ما في امتيازات. في الشركه طبعا بتوفر وسيله انتقالات بواي فاي من المكان الشغل للبيت، بتوفر وجبات غذائيه طوال اليوم، بتوفر بص يا جماعه، بتوفر للمراه الحامل او اللي خلفت بيبي بتديها 18 شهر اجازه طبعا بمرتب كامل، بتوفر كمان اطباء، وبتوفر حاجات كتير جدا من دي حاجات كتير مش عايزه بس اطول. بس من ضمنهم حاجه مهمه جدا يا حسام، جوجل بتعمل مساج للموظفين اللي عندها. يعني الموضوع فعلا دي حاجات، طبعا دي حاجات مش جديده، بس يعني فعلا الناس اللي بيشتغلوا في جوجل هم من اكثر الناس المحظوظين. بتتكلمي في اكبر شركه في العالم، طبعا اسمها مئات المليارات، وبالتالي لما تدلعي موظفينك عشان يعملوا هيدوك شغل احسن، هيديكي دايما. بس انت حاسه كنت يعني بتنق عليهم شويه سامر ولا ايه؟ يعني يا حسين يعني شويه ما فرقتش يعني عن الشركات اللي عندنا هنا عادي. ايوه خلاص. طب يا جماعه ننتقل نروح للخبر التاني. نروح معاكم للخبر التاني. الحقيقه قصه برضو غريبه جدا وملهمه برضو. اتكلمنا ايه بقى؟ اتفضل. لا قول لي انت، الموضوع فيه شاب وفيه اراده قويه وفيه حاجات كتير، فيه قصه حلوه. يعني اتكلمنا عن الاراده اللي بتخلي اصحابها احيانا اغنياء، لكن عندنا قصه مختلفه عن الاراده لمراهق اندونيسي فضل في البحر لمده 49 يوم وتمكن انه يواصل الحياه رغم انه كان مقطوع تماما عن اي اتصال باي شكل من الاشكال. الشاب اللي اسمه ادلين كان على ظهر قارب خشبي وظهر في ما يشبه كوخ في عرض البحر، وبيستخدم القارب الصيد ده بشكل او باخر للمعيشه. يعني قدر ان هو يصطاد سمك ويقدر ان هو يشويه بشكل او باخر فوق ظهر المركب. قدر ان هو يعمل عمليه تحليه للميه عن طريق استخدام الهدوم بتاعته عشان يقلل فكره الملوحه شويه، وحاول بشكل او باخر لايام طويله ان هو يتصل باي من مراكب المساعده. كان معاه راديو لكن في اغلب الوقت ما كانش قادر يلقط الاشاره، لغايه ما في الاخر قدر ان هو يلقط الاشاره لسفينه باناميه وقدرت ان هي تنقذه بعد 49 يوم. ده يعني اراده وذكاء. خلينا نقول ان هو عارف يعيش الوقت ده وعرف يحلي الميه اللي هو بيستخدم الملابس بتاعته عشان يقدر يشرب، وعرف ان هو يصطاد عشان يعني يفكر في كل ده. طبعا يعني مش عارفين نقول ايه لو عندنا اراده بس وخمسة 10% من اللي بنشوفها، اكيد هنقدر نعمل حاجات كتير جدا. لو فكره الامل بيقول لك 10 قوارب مرت من جنبه وما خدوش بالهم منه، بيقول لك اللي حتى اللي شافوه ما رضوش يروحوا. يعني الموضوع زي الافلام الامريكيه، واعتقد ان قصته تتحول في يوم من الأيام لقصة أيضا في السينما الأمريكية والعالمية.
طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى حاجه ما اعرفش انت هتختلف معايا فيها ولا يعني مش هتختلف، وكنا الحب من اول نظره، يعني موضوع الحب من اول نظره. يعني كان في ناس بتقول ان ده حاجه حقيقيه وعلميه، ده كان طبعا بناء على فريق علمي من جامعه بامبرج الالمانيه، قال ان في المخ، في دراسه كده على نشاط المخ عملوها على عدد من طلاب الجامعه عشان يكتشفوا امتى الشخص بالظبط يقدر يشعر بالانجذاب تجاه شخص اخر. وعايز اقول لحضراتكم ان الموضوع طلع يا حسين، ده طلع 5 ثانية و3 ثانية تقدر ان انت تحدد الجنس اللي قدامك، وتقدر كمان ان انت يعني تشوفه هو ولد ولا بنت، وتقدر انت تعجب بيه ولا لا. انت متفق على هذا الكلام؟ هنشوف متفق ولا لا، بس نكمل كمان. الدراسه اللي بتقول الدراسه دي تمت عن طريق تنبيه عدد من الصور الاشخاص قدام عيون الطلبه بسرعه كبيره جدا، وكانت المفاجاه ان الاشخاص بيحددوا جنس الشخص قدامهم بعد 244 ملي من الثانيه، حوالي 5 ثانيه، وبيحددوا كمان انهم اذا كانوا منجذبين ليه ولا لا بعد 59 ملي من الثانيه. 59 تلت ثانيه لو احنا بنتكلم في حاجات يعني يا جماعه يعني ما ينفعش ابدا. يعني عايزين اقول لكم ان الانسان فعلا بيقدر يحدد النوع بتاع الشخص اللي قدامه، بيحدد اذا كان منجذب ليه ولا لا. وعايز اقول لكم يمكن الكلام ده بيبان عند كتير جدا جدا من الناس ان هو اي كلام، وان كلام ملهوش فايده قوي، لكن العلماء اكدوا ان ده معناه ان ضروري طبعا الاحتفاظ بمظهر لائق، وان الواحد يبقى مهندم كده زي ما بيقول بالبلدي كده بيننا وبين نفسنا في شكله. ده طبعا امر هام جدا ممكن يساعدك في اختيار شريك حياتك، بس يعني الكلام ده في كتير موافقين عليه كتير مش موافقين، بس هو فعلا انت يعني اول حاجه بتحددها الانطباع الاول من خلال الشكل، لكن بعد كده ممكن تعرف انت هتكمل او بقى بعد الانجذاب ده ان انت اعجبت بحد هتكمل معاه لا، بناء طبعا على حاجات كتير، شخصيته اسلوبه وهكذا. لكن حب من اول نظره بتتعلق بالشخص. ايوه من أول البنات يا جماعه بيتعلقوا، خلي بالكوا الرجاله طبعا ما لهمش في الكلام ده. يعني احيانا بتقول شوف الشخص قولي هو ده، لا مش ممكن، انا اول مره اقابل ولد في حياتي يقول لي كده. لا بتحصل بجد والله، اصل الرجاله اصلا ما بيتعلقوش ولا بعد ثانيه ولا بعد سنه يعني. بس خلينا بقى يعني نشوف الموضوع ده بعد الفاصل يا جماعه، ونرجع لحضراتكم في اول فقراتنا الحواريه. نكون انا وحسام شفنا موضوع حب من اول نظره، عشان هنتخانق. لا مش هتخانق والله، ده انا مبسوطه ان انت بتقول كده. نلقاكم بعد الفاصل.